تحيا مصر، فعالية الحقيقة جميلة جدا. تحيا مصر استجابة وتضامن كبير جدا مع أهلنا في قطاع غزة. اليوم كان استاد القاهرة في قلب القاهرة الحقيقة مفعم بكل الحب، بكل الدعم، بكل المساندة لأهلنا في فلسطين، مفعم بالحرارة، مفعم بكل المساندة اللي قدمها الشعب المصري والمنظمات والهيئات والقيادة كمان طبعا السياسية، قيادتنا السياسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي شرف بالحضور هذه الفعالية. الحقيقة الناس كلها كانت موجودة في الاستاد بحب. أنا عجبني جدا كمان عدد من الأفلام التسجيلية اللي كانت حبا للرئيس، الناس كانت بتعبر عن حبها وبتعبر كمان أكتر عن إحساسها بما قدمه الرئيس لمصر، ما قدمه أيضا للقضية الفلسطينية، الثبات، الجرأة، الكلمة الواحدة، الدعم، السند، التأني، التروي، ولكن في نفس الوقت الحفاظ على أمن مصر وأمنها القومي طول الوقت. مصر هتفضل دايما مهتمية بالقضية الفلسطينية كما كانت على مدى كل الأزمنة المختلفة اللي مرت على مصر، والحقيقة مصر لن تقبل أبدا تصفية القضية الفلسطينية، وده كان من الكلمات اللي السيد الرئيس الحقيقة قالها في كلمته بشكل محدد وواضح، ومصر لن تقبل أبدا تهجير الفلسطينيين. و كمان أشار السيد الرئيس وأكد بأن تهجير الفلسطينيين خط أحمر بالنسبة لمصر، وكرر السيد الرئيس هذه الجملة أكثر من مرة حتى تصل إلى الجميع، ولن نقبل أبدا أي أضرار تخص الأمن القومي لدولتنا، دولة مصر. وطبعا كمان من ضمن الحاجات اللي أكد عليها سيادة الرئيس، ولأنه زي ما احنا عارفين يعني احنا طول الوقت على مدى يمكن الشهر وأكتر اللي فات بنتكلم عن معبر رفح وبنتكلم على المساعدات والمساندات اللي بتقدمها مصر للمعبر، سيد الرئيس اليوم أكد بأن مصر حافظت طول الوقت على فتح المعابر، وأكد على كلمة فتح المعابر، لأن احنا عارفين بأن الإعلام المعادي والإعلام الإسرائيلي والإعلام الغربي كان يقول بأن مصر لا تدخل أو لا تفتح المعبر، ولكن الحقيقة هذه الكلمة ليست صحيحة بالمرة. المعبر مفتوح طول الوقت، وكل الشواهد أكدت ذلك من خلال المساعدات التي دخلت إلى أهالينا في غزة، المساعدات المصرية، والتي يعني يعتبر هي 80% من المساعدات التي جاءت من العالم، معظمها كان من مصر. كمان أكد السيد الرئيس بأننا خصصنا مطار العريش لاستقبال المساعدات من الخارج، ويمكن يعني كان عندنا رحلة مع الوفد الإعلامي، شفنا بعيننا في مطار العريش المساعدات اللي بتوصل، وشفنا كمان من العريش نفسها حتى رفح، يمكن ذكرنا ده لحضراتكم أكثر من مرة، تقدر تعتبر أن الطريق كله من العريش لحد المعبر عبارة عن مساعدات مصرية. أنت طول الوقت بتقرأ وبتشوف كلمات الخاصة بالمنظمات الأهلية والمجتمع المدني وكل المنظمات اللي شاركت الحقيقة في هذه المساعدات. أكد كمان سيد الرئيس بأن مصر ستظل الأساس لدعم نضال الشعب الفلسطيني الشقيق، وأن مصر دايما هتفضل ضد تهجير الفلسطينيين. هذه هي الكلمة الرئيسية التي أكدها سيادة الرئيس واللي أكدتها مصر منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر. كمان أكد الرئيس في كلمته وأقر بأنه كان قرارا حاسما بأن تكون كمان المساعدات الخاصة والمساندة لفلسطين كما تعهدنا طول الوقت، بأن تظل وحدة المصريين دائما الضمان، تساند وتساعد وأيضا تقدم كل الجهود الخاصة لمصر. خلينا كمان نتوقف عند الهدنة اللي احنا عارفينها طبعا برعاية مصرية قطرية أمريكية، توصلت يعني هذه الرعاية لهدنة قابلة التنفيذ بإذن الله تبدأ صباح الجمعة، كلنا أمال الحقيقة لهذه الهدنة. ولكن خليني أرجع تاني وأكلمكم عن هذه الفعالية الجميلة اللي كانت موجودة في الاستاد. الاستاد النهاردة ويمكن حتى المنطقة المحيطة بيه، لأن الاستاد القاهرة موجود في قلب القاهرة، كان عبارة عن الحقيقة حب وتقدير واعتراف طبعا لشعب فلسطين ولقطاع غزة، وفي نفس الوقت تقديرا للسيد الرئيس، تقديرا بحب،
تقديرا باعتراف، تقديرا بأننا الحقيقة نملك قيادة واعية، قيادة يعني ترى كل شيء في استباق شديد لكل المحاور اللي تحدث فيها السيد الرئيس على مدى هذه الفترة الطويلة، كانت نابعة من الرؤية ونابعة من التخطيط ونابعة من موقف مصر الدائم الساند لقطاع غزة ولفلسطين ولكافة الدول. يعني يمكن حضراتكم لما تابعتم كم المساعدات اللي كانت بتصل إلى أهالينا في قطاع، هي مش مجرد مساعدات والسلام أبدا، بالعكس المساعدات كان فيها تنوع كبير، تنوع بعين الأسرة المصرية، تنوع بعين أنه الأسرة يا ترى زي ما احنا أسرنا المصرية إزاي هتشوف الأسر هناك محتاجين إيه في وسط القصف والضرب والاجتياح، إيه اللي محتاجينه. كان دايما في سؤال مصري كل يوم، سؤال مصري لقطاع غزة ولأهلنا، يا ترى ما هي الاحتياجات، محتاجين إيه أكتر، نزود إيه أكتر. هذه الأسئلة لم تسألها غير مصر طول الوقت. أنت كمان وأنت شايف المساعدات الحقيقة بطول الطريق من العريش لرفح، أنت بتتأكد يعني كم المساعدات وتنوعها وشكلها، تعرف أنه حقيقي في مساندة وحب ودعم كبير جدا لقطاع غزة. نتمنى أنهم يفضلوا صامدين، لأنه الصمود رغم هذا الاجتياح والصمود والصبر هو صمود للحفاظ على الأرض، وقيمة الأرض غالية جدا، ومصر تعرف تماما قيمة الأرض وتقدر كل ما يحدث في قطاع غزة. مصر تقدره وتعرفه، فكلنا الحقيقة مع قطاع غزة. زي ما حضراتكم شفتوا هذه الفعالية اليوم كانت فعالية محبة ومساندة وفعالية تقدير كما تابعنا. تعالوا نستكمل مع حضراتكم اليوم النهاردة في 9 بعد فاصل قصير، تفضلوا. أهلا بحضراتكم. زي ما قلت لحضراتكم النهاردة فعالية تحيا مصر كانت فعالية كلها حب وتقدير ومساندة. كمان كان لطيف جدا أنه الفعالية كان فيها الحقيقة فقرات لطيفة، كان في الزميلة المذيعة في قناة القاهرة الإخبارية المذيعة الموجودة طبعا معاهم وهي أيضا من قطاع غزة وفلسطينية، الكلمات كانت من القلب، وأنا الحقيقة حسيت بكل الكلمات اللي قالتها، الإحساس أن هي واقفة على أرض مصر، لكن في نفس الوقت هي كمان واقفة بسعادة وحاسة بالأمن والأمان، وحاسة قد إيه المجهود اللي بذلته مصر علشان تساند يعني أهلنا في قطاع غزة، وبالذات الإعلامي اللي بيشتغل على الأرض وبيشتغل مع قناة تانية بيحس بالمساندة عاملة إزاي. فأعتقد هي واحدة من الفريق وحاسة إنه حقيقي قلبها زي ما بنقول، ودانا أنا بحييها طبعا وأتمنى لها الخير والأمن والسلام ليها والكل عائلتها الموجودة القابعة في قطاع غزة. وأهلا وسهلا بكل الإعلاميين الفلسطينيين اللي بيشاركونا عبر القاهرة الإخبارية وعبر كل مراسلينا اللي موجودين في قنواتنا قنوات المتحدة المختلفة. كان شيء جميل والحقيقة، وكان في كلمات لطيفة، وكان في غنى من علي الحجار كان لطيف، والفيلم التسجيلي اللي كان معمول للسيد الرئيس حبا وعرفانا وتقديرا، وعلى فكرة فيلم عفوي، يعني الناس الحقيقة بتعبر للرئيس بعفوية وبتقول اللي في قلبها، وده حقيقي، يعني خلينا نعترف انه ده حقيقي فعلا، الناس سعيدة. فكرة ان انا بقى قاعد في بيتي بس شايف ان بلدي بتعرف تتصرف كويس جدا، وانه البلد رفع راسنا، والاصطفاف اللي هو ما بين الشعب ما بين القيادة ده مهم جدا، الاصطفاف ده بيديك كده نوع من أنواع العزة والكرامة، وإنه الكل ماشي في خط واحد، ده اللي كان حاصل النهاردة. فالعرفان والتقدير كان شيء جميل، كان هو عنوان الفعالية لتحيا مصر. خلينا نرجع لكلمة السيد الرئيس اللي أكد رئيس عبد الفتاح السيسي على أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر ولن نقبل به أو نسمح به، مشيرا إلى أن الهدوء في التعامل ليس ضعفا. تعالوا نسمع كلمة من ما قاله السيد الرئيس اليوم، تفضلوا. احنا كنا دايما بنتكلم بهدوء وبحكمة وبصبر وبتعقل، بس ما حدش يتصور أبدا إن ده معناه ضعف أو تهاون، لا هو ضعف ولا هو تهاون، لا تهجير للفلسطينيين في قطاع غزة
إلى مصر. ده خط أحمر بالنسبة لي. الموقف المصري الرافض والحاسم لمخططات تهجير أشقائنا الفلسطينيين قسرياً سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن، حفاظاً على عدم تصفية القضية والإضرار بالأمن القومي لدولنا. زي ما سمعتم السيد الرئيس، لا تهجير وخط أحمر. والحقيقة يمكن السيد الرئيس بيقول إنه الثبات والهدوء والتعامل بتروي ليس ضعفا، ده أكيد، بس عمرنا ما حسينا إنه ضعف، بالعكس كنا حاسين إنه منتهى القوة. ومن أول يوم ومن أول الكلمات ومن أول يوم 7 أكتوبر وكلمة القيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة تماما. والحقيقة يمكن هذا الوضوح وهذا التروي وهذه الرؤية هو ما جعل الجميع يعترف بأن لا تهجير قسري الحقيقة، وده مجهود كبير بذلته مصر طول الطريق. خلينا كمان نرجع تاني لكلمة السيد الرئيس اللي أكد فيها على أن القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة في ظل تصعيد غير إنساني، وطبعا هذا التصعيد اتخذ منهج العقاب الجماعي، وده اللي احنا شفناه، وارتكاب المجازر. طبعا كنا كلنا بنتابع ونقول ما ذنب الأبرياء في هذه الإبادة اللي كانت ليل نهار. تعالوا نعود ونستمع إلى جزء من كلمة السيد الرئيس. كما تواجه القضية الفلسطينية منحنى شديد الخطورة والحساسية في ظل تصعيد غير محسوب وغير إنساني، اتخذ منهج العقاب الجماعي وارتكاب المجازر وسيلة لفرض واقع على الأرض يؤدي إلى تصفية القضية وتهجير الشعب والاستيلاء على الأرض. ولم تفرق الطلقات الطائشة بين طفل وامرأة وشيخ، بل دارت آلة القتل بلا عقل يرشدها ولا ضمير يؤنبها، فأصبحت وصمة عار على جبين الإنسانية كلها. ومنذ اللحظة الأولى لانفجار شرارة هذه الحرب أدارت الدولة المصرية الموقف بمزيج من الحسم في القرار والمرونة في التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور وتحديث المعلومات بشكل موقوت والتواصل المستمر مع كافة الأطراف الفاعلة. وقد تشكلت خلية إدارة الأزمة من كافة مؤسسات الدولة المعنية، تابعت عملها بنفسي وعلى مدار الساعة. وقد كان قراري حاسماً، وهو ذات قرار مصر دولةً وشعباً، بأن نكون في طليعة المساندين للأشقاء في فلسطين وفي ريادة العمل من أجلهم. ذلك القرار الراسخ في وجدان أمتنا وضميرها. فمصر قد كتب تاريخ كفاحها مقروناً بالتضحيات من أجل القضية الفلسطينية، وامتزج الدم المصري بالدم الفلسطيني على مدار 7 عقود. زي ما سمعتم بالضبط كلمات السيد الرئيس، الحسم في القرار والمرونة في التحرك، هذه هي الكلمة اللي الحقيقة كانت موجودة طول الوقت في التعامل مع الأزمة وإدارة الأزمة اللي كان بيقودها السيد الرئيس بنفسه مع كافة مؤسسات الدولة وأيضا الهيئات والمجتمع المدني اللي كانوا بيقدموا كمان كل المساعدات لأهلنا في قطاع غزة. نتمنى الخير دايما أكيد لأهلنا في قطاع غزة. خلينا نروح مع حضراتكم ونروح للسيد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، واللي طبعا بشأن الهدنة في قطاع غزة. الحقيقة سيبدأ سريان هذه الهدنة في تمام الساعة 7 من صباح غد الجمعة. وأوضح رشوان أن مصر
مصر تسلمت قائمتي المحتجزين والأسرى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والمقرر الإفراج عنهم بعد ظهر اليوم الأول للهدنة. كما أعلن رشوان أن عدد المحتجزين الإسرائيليين المقرر تسليمهم غدا من الجانب الفلسطيني هو 13 محتجزا ومحتجزة، مشيرا إلى أن مصر طلبت الحقيقة طرفي الهدنة بالالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة وفقا لما هو مخطط له وتم التوافق عليه. زي ما قلت لحضراتكم، طبعا مصر بذلت مجهود كبير جدا علشان يعني نصل إلى هذه الهدنة برعاية مصرية قطرية والولايات المتحدة الأمريكية، ونتمنى أن هذه الهدنة يعني يكون في استدامة بعد ذلك وتهدأ الأمور إلى حد ما ونعود لمائدة التفاوض ويبقى في دولتين كما كانت مصر تخطط وتأمل طول الوقت. طيب خلينا نقول كمان أنه في الوقت اللي قلوبنا كل يوم الحقيقة بتتوجع، مش كل يوم ده كل وقت، كل ما بنشوف مشاهد، كل ما حضرتك بتمسك الموبايل وتتابع حتى السوشيال ميديا وتتابع ما يحدث على الأرض في قطاع غزة، الحقيقة الألام بتزيد طول الوقت، وبتحس كمان أنه تفكيرنا كل يوم أنه يعني إمتى تحصل الهدنة عشان الأطفال السيدات والحياة اللي تلاشت أيضا لأهالينا في غزة. يعني ظروف معيشية صعبة جدا، بيعيشوا في أوقات صعبة جدا. تخيلوا مثلا حضراتكم المستشفيات والحضانات اللي بلا كهرباء. انتوا طبعا حضراتكم عارفين ان مصر استقبلت الاطفال المبتسرين، وحاجة توجع القلب، يعني طفل يعني خرج الى الدنيا في ايام ويعاني. كمان انتم عارفين ان احنا داخلين على طقس يعني خلاص داخلين على الشتاء، ويمكن درجات الحرارة كمان في قطاع غزة ربما تكون أكيد أقل من عندنا، فاحنا داخلين على الشتاء. لكن كل ده بيخلينا يعني نتأمل إن الهدنة الحقيقة الناس تلتقط الأنفاس. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل ومزيد من التحليل. دكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية. دكتور أحمد، مساء الخير يا فندم. مساء النور. مساء النور والخيرات. خليني أسأل حضرتك، كيف ترى هذه الهدنة اللي هتبدأ إن شاء الله نتمنى تنفيذها في 7 من صباح الغد بإذن الله؟ نتمنى إن شاء الله. والحقيقة هذه الهدنة يعني أول ما يخطر على الذهن بشأنها أمران. الأمر الأول يتعلق بصمود أهل غزة ومقاومتها، والأمر الثاني يتعلق بالدور المصري الفاعل والرئيسي في التوصل إلى هذه الهدنة. فأولا هذه الهدنة لم يكن من الممكن أن يتم التوصل لها لولا صمود أهل غزة في وجه الأهوال التي تفضلت بذكرها، ولولا صمود المقاومة، لأن المخطط الإسرائيلي كان في البداية هو اكتفاء حماس، وحماس الحقيقة ليست مجرد قيادات أو مقاتلين، ولكنها تعبير عن حالة شعبية جنبا إلى جنب مع غيرها من الفصائل الفلسطينية. هذا الصمود من أهل غزة ومقاوميها أتاح الفرصة للحديث عن وساطة. من ناحية أخرى كان هناك الموقف المصري الذي منذ البداية وحتى الآن يعني له ملامح واضحة، عبارة عن موقف متكامل بكافة أبعاده، من أول الوقف الفوري لإطلاق النار والإصرار على دخول المساعدات إلى قطاع غزة. وكان لمصر في هذا الصدد مواقف مشهودة. نعلم جميعا أن مصر أصرت على عدم خروج أي أجنبي من معبر رفح ما لم تدخل المساعدات، ونجحت في فرض رأيها تماما كما حدث بالنسبة لرفض مصر القاطع لفكرة التهجير باعتبارها تصفية للقضية الفلسطينية. وأدى هذا كما رأينا إلى تغيير في موقف الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها. هذا الموقف المصري استمر بنفس الزخم ونفس القوة بالتعاون مع الأشقاء في قطر حتى توصلنا إلى هذه الهدنة الصعبة. طيب، وكما تفضلتي نأمل أن تكون هذه بداية. صحيح. وهنا حيكون سؤالي لحضرتك، هل يعني تنجح هذه الهدنة فندخل إلى مجموعة من الهدن الإنسانية توصلنا إلى يعني طريق إلى الحل؟ هذا ما نأمله جميعا.
وما أتفاءل أنا به شخصيا. تعرفين حضرتك أن هناك على الطرف الآخر على الجانب الإسرائيلي هذا التطرف والتشدد الذي وصفه الرئيس السيسي اليوم في كلمته في استاد القاهرة وصفا بليغا عندما تحدث عن آلة للقتل تعمل بلا عقل وبلا ضمير، فأصبحت وصمة في جبين الإنسانية. طبعا الجانب الإسرائيلي اضطر إلى قبول اتفاق الهدنة وظل يماطل بعضا من الوقت. جميع المحبين للسلام يأملون في أن تؤدي هذه الهدنة ونجاح الدفعة الأولى من تبادل الأسرى إلى تكرار هذا العمل. وطبعا هذا سيأخذ وقت لأن معلوماتنا أن هناك قرابة 250 أسير إسرائيلي لدى المقاومة، فكل يأمل أنه مع تكرار هذه العمليات ومناخ الهدوء الذي سيسود يفضي هذا إلى جو جديد في المواجهة الراهنة، يؤدي كما تفضلت إلى فتح الباب للتسوية السياسية التي هي وفقا للموقف المصري الصحيح الطريقة الوحيدة لإنهاء العنف. نتمنى كل الخير. دكتور أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية، أشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التحليل. عايزة سريعا أروح مع حضراتكم إلى قطاع غزة ونكمل أيضا ونطمئن أكثر مع أهالينا في قطاع غزة ونطمئن عليهم أكثر ونتعرف أيضا على يعني ما يحدث خصوصا في المستشفيات الخاصة بقطاع غزة. عارفين أنه في قصف على مستشفيات كثيرة جدا تم، وفي مستشفيات الحقيقة أصبحت خارج الخدمة. خلينا نطمن أكتر ونعرف ربما الهدنة تدي وقت أكتر للصحة الفلسطينية بالتنفس. دكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية. دكتور أشرف مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا بكم، مساء النور. يعني دكتور أشرف طمنا كده على الوضع، أخباره إيه بالنسبة للمستشفيات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نسأل الله عز وجل أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يسلم شعبنا من هذا التطهير العرقي الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي لليوم 48 على التوالي. مستشفيات قطاع غزة كما أعلننا سابقا قبل أكثر من شهر باتت منهارة تماما، حيث أن هذه المستشفيات ليس لديها أي إمكانيات طبية وكذلك ليس بها وقود، وبالتالي هذه المستشفيات اليوم خاصة في منطقة شمال قطاع غزة فقدت الخدمة الصحية لتقديمها للمواطنين والجرحى. المستشفيات في شمال قطاع غزة الآن باتت محاصرة وتحت التهديد المستمر من قبل المدفعية الإسرائيلية والقناصة الإسرائيلية. قبل قليل تم استهداف مباشر للمستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة، وحتى اللحظة هناك إضرام للنيران في داخل المباني وداخل المولدات الكهربائية. الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يضع هذه المستشفيات في دائرة الموت، حيث أنه لا وجود لأي مساعي دولية لإخراج الموجودين في داخل هذه المستشفيات إلى جنوب قطاع غزة، حيث يتواجد الآن أكثر من 200 إلى 250 ما بين جريح وما بين مرافق وما بين طواقم طبية في المستشفى الأندونيسي، كما أن هناك أكثر من 180 من الجرحى والطواقم الطبية في مجمع الشفاء الطبي، إضافة إلى المئات الذين لا زالوا موجودين في داخل مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة. الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء يقوم بعملية عسكرية موسعة في داخل مناطق شمال قطاع غزة وأيضا في مناطق جنوب قطاع غزة. هناك غارات مستمرة في كافة المواقع المختلفة، والاحتلال الإسرائيلي يريد أن يرفع فاتورة هذا العدوان بمزيد من الضحايا قبل بدء سريان الهدنة التي قامت بها جمهورية مصر العربية مشكورة وكذلك دولة قطر. لا يريد أن يضيع أي فرصة للنيل من أبناء شعبنا حتى وإن كانوا في داخل المستشفيات أو المدارس المحصنة بوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين. أكيد أكيد. أنا عندي سؤال أستأذنك فيه دكتور أشرف، يعني خلينا نطمئن على المستشفى الأندونيسي خصوصا بأن جيش للاحتلال الحقيقة طالب بأنه يتم إخلاء المستشفى لأنه هو يعني بصدد اقتحام هذه المستشفى كما يعني نعرف. نعم نعم، الاحتلال الإسرائيلي
منذ أكثر من 3 أيام، وهو يقوم بمحاصرة هذه المستشفى ويهدد كل من في داخل هذه المستشفى، يقوم بتواصل إطلاق النيران والمدفعية. قبل قليل أيضا كما قلت قام بقصف مركز لهذه المستشفى منذ الصباح، وهو يطالب الموجودين في داخل هذه المستشفى بالإخلاء القصري المستشفى حتى يتم اقتحام المستشفى وتكرار السيناريو الذي قام به في مجمع الشفاء الطبي. صحيح. ويعيده في المستشفى الأندونيسي. طب هل تم الإخلاء يا دكتور أشرف؟ تم إخلاء المستشفى الأندونيسي؟ للأسف لا يوجد هناك إخلاء للمستشفى الأندونيسي من قبل المؤسسات الدولية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولا زالت حياة الموجودين في داخل هذه المستشفى مهددة بخطر الموت. بالتأكيد كل من هو في داخل هذه المستشفى الآن يقع تحت دائرة الموت، وبتنا نخشى على حياتهم. كل لحظة تقربنا من ساعات الليل أكثر يكون هناك أيضا استغلال للفرصة لدى الاحتلال الإسرائيلي للنيل والانقباض على قبل ساعات الهدنة. خلينا نتمنى يعني كلنا كل الدعوات هذه الليلة بأن يعني يأتي الصباح بهدنة، يعني تستطيعون التقاط الأنفاس وأيضا يعني ضخ كم من المساعدات، منها المساعدات الطبية، والاطمئنان على المستشفيات. دكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشكر حضرتك شكرا جزيلا. يعني عايزة بس أقول لحضراتكم حاجة، الفيلم النهاردة اللي اتذاع في الفعالية بتاعة تحيا مصر خاص بالمستشفيات، فيلم قصير كده ومفروض انه عائلة فلسطينية وجيش الاحتلال، وكأنه يعني بيبلغهم بان هم يعني يخلوا المبنى في ثواني علشان هيهدوا المبنى في 10 دقائق. تخيل نفسك انت يعني بيتك اللي انت عشت فيه حياتك واهلك وذكرياتك، وعليك انك في 10 دقائق تنهي حياتك. ما هو البيت اللي احنا بنعيش فيه هو ما بيبقاش مجرد بيت، هو بيبقى كل ما نملك على الأرض، وأحياناً الأسر البسيطة، أحياناً بيتها الصغير، شقتها، ده كل ما تملكه في الدنيا. فتخيل أن أنت تليفون يقولك انزل عشان كل ما تملكه في الدنيا إحنا هنهده. الصورة الحقيقة النهاردة يعني هذا الفيلم كان فيلم مهم جداً القصير، ولكن هذا مش فيلم، مش دراما، هو واقع حقيقي. ده كل اللي حصل فعلاً، وده اللي بيحصل، وده اللي بيحصل حتى بالنسبة للمستشفيات. طيب تعالوا كده نروح مع حضراتكم ونشوف كده على يعني أرض الفيروز والمكان اللي كله يعني كل شبر فيه بيحصل فيه دم شهداء أبرار، وكلنا عارفين يعني الدم الغالي بتاعنا اللي قدموا أرواحهم علشان كلنا نعيش بكرامة وبعزة ونحافظ على بلدنا وتبقى رأسنا مرفوعة يعني، ونبقى عايشين بأمن وأمان. المكان اللي الدولة الحقيقة ادته كل اهتمام، يعني خصوصا سيناء ادتها اهتمام كبير جدا علشان الدم الغالي اللي راح فيها لازم يبقى قدامه تعمير طول الوقت، علشان نقدر نقول الأرواح اللي راحت انتوا قدمتوا من الغالي، واحنا كمان بنعمر علشان نقدر نعمر بلدنا زي انتوا ما كنتوا عايزين تحافظوا عليها طول الوقت. خلينا كده نروح مع حضراتكم ونكمل كلامنا مع المهندس عمرو عبد الهادي المتحدث الإعلامي للجهاز المركزي للتعمير، ونطمن أكتر على مشروعاتنا. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. دكتور عمرو، يعني خلينا نعرف انه تعمير سيناء طول الوقت الدولة الحقيقة كانت يعني حرص شديد عليه على تنفيذ المشروعات الخدمية اللي بتقدم لمواطني سيناء، والخطة كمان الخاصة بتاعت التنمية اللي بتمتد على مدار 5 سنوات وتضمنت الحقيقة العديد من المشروعات المختلفة. فحضرتك كده اطلعنا على ما يتم على الأرض. حضرتك فندم، من 2014 لغاية دلوقتي في عصر قيادة الرئيس السيسي لمصر تم تنفيذ العديد من المشروعات، ابتدت باستعادة الناحية الأمنية والقضاء على الإرهاب بالقوات المسلحة والشرطة. بعد كده ابتدت محاور استراتيجية التنمية داخل أرض سيناء، ابتدت من خلال ربط شمال وجنوب سيناء ووسط سيناء بالدلتا والوادي من خلال محاور طرق
مداري وأنفاق، من أهمها جواد قناة السويس والأنفاق تحيا مصر بمحافظة الإسماعيلية وأنفاق 3 يوليو بمحافظة بورسعيد وازدواج نفق الشهيد أحمد حمدي بمحافظة طبعًا السويس لربط سينا في الدلتا، مجموعة كباري عائمة شمال وجنوب ووسط قناة السويس، بالإضافة لمجموعة من الطرق الرئيسية داخل سينا لربط شمال وجنوب سينا في الدلتا، من أهمها طريق النفق رأس النقب بطول حوالي 230 كيلومتر وطريق النفق شرم الشيخ، ومن الطرق الرئيسية برضو تطوير طريق شرق بورسعيد شرم الشيخ حتى السرابيوم، بالإضافة ل اسمح لي هنا برضو في سؤال، وحضرتك بتشرح لنا يمكن الصورة كمان بتنقل لنا عدد من المشروعات اللي منورة، يعني في بنية تحتية، صحة، طرق زي ما حضرتك قلت. في رقم كمان الحقيقة أنه التنمية في سنة 2023-2024 تنمية محافظة شمال سيناء بلغت حوالي 5 مليارات، ودي هل هي يعني كلمني مستحوذة على ايه؟ هل قطاع الزراعة، استصلاح الأراضي؟ يعني خلينا نعرف برضو يعني النسب كلها يعني راحت فين تقريبا. يعني وحضرتك متوزعة على جميع اتجاهات التنمية داخل شمال سيناء سيادتك، بالنسبة سواء في اتجاه الزراعة او في تمام التنمية العمرانية، في عندنا مدن جديدة بتنشأ من أهمها رفح الجديدة، في عندنا إعادة إعمار للمناطق اللي تأثرت تأثرا شديدا بعودة الاستقرار ودحر الإرهاب سواء في الشيخ زويد أو العريش. سيادتك في مجموعة من المدن الجديدة أو من البيوت البدوية الجديدة اللي بتنشأ على الطراز والطابع السيناوي طبعا يعني دي من أكتر الحاجات دكتورة عمر الحقيقة أنا يعني توقفت عندها، لأنه برضو طبيعة العريش وشمال سيناء فيها قبائل مصرية بدوية لها طبيعة خاصة، فكل ما احنا اعتنينا بالهوية بتاعتهم لأنه هم كمان يعني هم جزء من نسيج مصر الجميل، والتقينا بيهم الحقيقة في العريش، فأعتقد برضو هم جزء من التنمية وأيضا المشروعات الجميلة اللي أنا شايفاها على الشاشة. تفضل يا فندم. وهم عامل مهم جدا في التنمية طبعا. يعني حضرتك معظم المشروعات اللي مطروحة لتنمية شمال سيناء اللي هيقوم بيها شركات فيها عمالة معظمها من شمال سيناء، الشركات دي أصحابها من أهالي سيناء، فبالتالي عائد التنمية والاستثمارات اللي بتضخها الدولة بتعود بشكل مباشر على أهالينا في شمال سيناء وترفع حالتهم المادية والمعيشية في المحافظة. طبعا كلها استثمارات كمان وطنية. دكتور عمرو الحقيقة سؤالي الأخير لحضرتك، يعني أنا شايفة كم المشروعات والصورة على الشاشة بتنقلها، ولكن سؤالي أن أنتوا كمان استخدمتم مش بس تنمية، لكن في تنمية وأيضا تحديث، يعني أن احنا نهتم بالتحديث وأنه نستخدم كل الوسائل التكنولوجية الحديثة في المشروعات، فكلمني عن ده أيضا. وحضرتك ال يعني سواء نبتدي من اول البنيه الاساسيه اللي بتتم او المرافق اللي بتتطور او كده، يعني مثلا تطوير مينا العريش دي مش مجرد ان احنا بنعمل امتداد فيها، لا بتتطور جذريا، بتتطور المناطق المؤديه ليها، بتتطور الطرق الموصله ليها، بنطور معيشه الاهالي اللي حواليها سواء المنازل القايله للسقوط او المنازل اللي يعني غير ادميه بتتطور، وبنبني لهم سواء عمارات او بيوت بدويه جديده ليهم. نقيس على كده كل حاجه بتتم، مشروعات تطوير البنيه الاساسيه داخل شمال سيناء بالكامل كلها باحدث اساليب التقنيات الحديثه والاستدامه
على الفترة الطويلة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. مهندس عمرو عبد الله المتحدث الإعلامي للجهاز المركزي للتعمير، بشكرك شكرا جزيلا. زي ما حضراتكم شفتم والصورة الحقيقة كانت جميلة، أستأذن مخرجنا عمرو ارجع لنا بالصور بتاعة العريش الجميلة، يعني صور العريش أكيد يعني هتبقى جميلة. الصور دي كلها زي ما أنتم شايفين دي صور التعمير، يعني دي صور التعمير الحلوة اللي بلدنا بذلت فيها يعني الغالي والنفيس، يعني احنا التخطيط التعمير، وكمان فكرة ان انا لما بعمر في العريش انا بعمر بالهوية بتاعت المنطقة، هوية البلد بالشكل بتاعها اللي هو يصلح للبيئة نفسها. فهتلاقي الطبيعة هناك مختلفة، البيوت اللي اتعملت لأهالينا والقبائل البدوية المصرية كمان دي حاجة جميلة زي ما انتم شايفين. دي كمان هو بيحس ان هو جوه النسيج، لان هو فعلا جوه النسيج، فبيبقى فيه كده النسيج فيه تضامن حلو وفيه مشروعات حلوة. وانت لما تروح هناك في العريش وتشوف المدارس والتعليم والمستشفيات، وكمان في جامعة جامعات وفي تعليم، الحقيقة حاجة جميلة. وده اللي مصر الحقيقة الخطة اللي مصر يعني بتشتغل عليها. حضراتكم عارفين يمكن منذ تولي السيد الرئيس ومن أولى المشروعات اللي اشتغلوا عليها كانت موجودة في سيناء، وشفنا الازدواجية بتاعة النفق الشهيد أحمد حمدي، شفنا قناة السويس، شفنا الأماكن الاقتصادية المرتبطة بالأنفاق وقناة السويس، حاجات جميلة. وزي ما انتوا وبورسعيد وأنفاق بورسعيد زي ما انتوا شايفين الصورة حلوة. أنا عايزة أقول لكم إنه حتى المستشفيات اللي موجودة في منطقة شمال العريش، إحنا روحنا مستشفى العريش العام، الحقيقة المستشفيات مستواها يعني عالي جدا، والنظافة والجودة والأدوات الحديثة والتعامل بشكل التخطيط الآن ما بقاش مجرد إنه يلا تعالوا نعمل مستشفى والسلام، لا نعمل مستشفى ويكون عندنا كمان كل الأدوات الحديثة واستعمال كل الأساليب التكنولوجية الحديثة علشان نقدر نقدم خدمة أفضل وأحسن طول الوقت. بلدنا طول الوقت بنبص عليها وبنطمن عليها طول ما عندنا كمان قيادة حكيمة وبتقدم كل الخدمات بحب لهذه البلد. فاصل وحنتواصل مع حضراتكم الليلة، مازال عندي مجموعة من الفقرات، أستأذنكم أن تعودوا إلينا بعد فاصل قصير، تفضل. خلينا نروح شوية للشأن المحلي وعدد من الأخبار اللي نحب أيضا أن احنا نتكلم فيها مع حضراتكم ونعرف بالتحليل مزيد من التفاصيل. النهاردة الصبح قرر دكتور محمد معيط وزير المالية تحصيل قيمة ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية للسلع والخدمات في حال إيه؟ علشان بس حضراتكم تبقوا عارفين، إذا كانت السلعة أو الخدمة بتقدم بالعملة الأجنبية، يعني خلينا نشرحها، يعني لو أنت مثلا السلعة اللي أنت بتقدمها بالدولار أو بما يوازي بعملة أجنبية، هنا هتبقى الضريبة المضافة كمان يتم تحصيلها بنفس العملة. لكن خليني برضو أقول أنه أكدت الوزارة أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد فيه، يعني في القانون ده فيه مادة تلزم مقدم السلعة أو الخدمة اللي يتم تحصيل قيمتها بالعملة الأجنبية بتقديم الضريبة المضافة عليها بنفس العملة، يعني إذن في قانون بيقول والمادة بتقول كده. لكن خلينا نعرف مزيد من التفاصيل وناخد مزيد من الشرح. دكتور محمد باغا الخبير الاقتصادي، دكتور محمد مساء الخير يا فندم. نور يا فندم، أهلا بحضرتك وكل المشاهدين. يعني عايزين نشرح بأمثلة أكتر علشان مشاهدنا الكريم يبقى عارف. دلوقتي أنا عايزة أعرف إنه يعني ما الإضافة اللي حصلت بالنسبة للقيمة المضافة بالعملة الأجنبية للسلعة إذا أنا اشتريت سلعة مثلا بالدولار قيمتها بالدولار؟ هو طبعا زي ما حضرتك عارفة إحنا بنعاني من أزمة عملة في البلد، وبالتالي مهما كانت هناك من اجراءات لجذب العمله الصعبه الى المؤسسه الرسميه اللي هي مثلا الوساطه الماليه الرسميه زي البنوك، فبنلاقي ايضا هناك يعني سوق غير رسمي بيدار بعملات اجنبيه. فالحقيقه الحكومه لجأت الى ان هي بتسعى قدر الامكان لزياده هذه الحصيله من العمله الصعبه، ويمكن كان هناك النهارده وزاره الماليه عملت تعديل لبعض احكام اللائحه التنفيذيه لقانون الاجراءات الضريبيه الموحد
واللي هو الحقيقه بيحمل رقم 518 لسنه 2023. وفي ماده الحقيقه يعني تم اضافتها الى اللائحه التنفيذيه لقانون الاجراءات الضريبيه الموحد اللي هي الماده 52 مقرر. والحقيقه الماده دي بتنص على انه في حاله سداد قيمه السلعه او مقابل اداء الخدمه بالعمله الاجنبيه بيكون اداء الضريبه على القيمه المضافه بذات العمله. تمام. وذلك بعد فصل قيمه الضريبه المسدده على المشتريات من قيمه الضريبه المحصله بالعمله الاجنبيه، يعني بمنتهى البساطه. خلينا ندي امثله، انا عايزه ندي امثله عشان تبقى اكثر وضوحا للناس، يعني ادينا بعض يعني الامثله. بمنتهى البساطه اللي بيبيع حاجه بالعمله الصعبه يتم اداء الضريبه على القيمه المضافه بذات العمله اللي هو ده طبعا يعني بياخد يعني دور الدوله وحسب الضرائب المفروض او الرسوم الضريبيه اللي المفروض بتفرض على السلع والخدمات في احتياجاتها من العمله اللي هي المفروض تم الدفع فيها. بس برضه الماده فتحت فقره برضه منها بتقول انه بيجوز اداء الضريبه المنصوص عليها في الفقره دي اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي 52 جنيه مصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبه ما يفيد انه قام بالتنازل عن مبلغ بالنسبه الاجنبيه يساوي او يزيد عن مبلغ الضريبه خلال الشهر التالي لتحقيق الايراد لاحد البنوك المسجله لدى البنك المركزي. يعني في النهايه هي استراتيجيه بتقوم بها وزاره الماليه قدر الامكان هي تثبت العمله الى ان هي تكون داخل الجهاز المصرفي قدر الامكان. يعني خلينا اذا نقول انه لو حد اشترى حاجه بالعمله او بيبيع هو يعني السلع بتباع بالعمله نفسها، فاذا الضريبه المضافه هتكون بنفس العمله، ولكن هيكون في شويه تسهيلات، صح ولا لا؟ الامكان وقت العمله دي بتروح تم التنازل كعمله صعبه وغيرها بالجنيه المصري، ففي الحاله دي هو خلاص بيتم تحصيل الضريبه بالجنيه المصري، مفيش اي مشكله. يعني هو قصدك لو حضرتك لو هو باعها بالجنيه المصري، لو هو هيبيع بالعمله الصعبه اوريدي مفيش مشكله، لو المشتري ده حي يشتري بالعمله الصعبه وقرر ان هو يشتري بالجنيه هيغير العمله الصعبه في احد المؤسسات الرسميه المصرفيه، وبالتالي خلاص القيمه المضافه اللي هو هيدفعها كضريبه هيتم دفعها بالجنيه المصري، مفيش اي مشكله خالص طالما تم التنازل عن العمله لاحد العمله ان هو مش هيدفعها بالعمله، هيدفعها بالجنيه، فاذا هنا هيتعامل بالضريبه المضافه على الجنيه. بشرط ان هو يكون تبع مؤسسه مسجله لدى البنك المركزي اللي هو البنك يعني. تمام، يعني وضحت الصوره. هل ده هيزيد يعني هيدي يعني شويه يعني اريحيه انه الناس تقدر تتعامل ويبقى في اللي بيتعامل بالدولار، فنقدر يعني يبقى في استفاده اكتر بالنسبه لنا؟ والله يا فندم هو المفروض اصلا التعامل بالدولار ده يعني هو غير جائز اصلا في البيئه المصريه، ودي حاجه شاذه في الاقتصاد نظرا لانه يعني هناك زي ما قلت لحضرتك طبعا الكل يتعامل بالجنيه طبعا احسن قدر الامكان، ولكن الحكومه بتحاول تواجه الامور باستراتيجيه تكيفيه، يعني مهما حضرتك طبقت القانون لن يجدي نفعا مع كل هذا الكم من تواجد الاقتصاد غير الرسمي، فبالتالي هناك محاولات حثيثه ان قدر الامكان بتحاوطي هذا الكم الهائل من الاقتصاد الرسمي، وبتحاولي قدر الامكان انك تخليه في اطار مؤسسي او في اطار تعاملات رسميه بالظبط. عارف يا دكتور محمد هي هتبقى ايه؟ يعني التجار الكبار واللي بيتعاملوا يقول لك مثلا هجيب لك السلعه دي والله دي ثمنها كذا بالدولار، هو نفسه لو باعها بقى بالجنيه هيضطر هو يغير الدولار وتبقى بالجنيه، وهنا تقدر تستفيد يعني مصر تستفيد اكتر يعني. بشكرك شكرا جزيلا ووضحت الفكره. نتمنى احنا في مرحله الحقيقه لازم كلنا نبقى عارفين التفاصيل، كل ما زاد عندك انت التعامل بالجنيه المصري او انت كمان حولت العمله الى جنيه مصري، انت بتزيد الحقيقه من يعني بتقلل من المشكله اللي موجوده بالنسبه للعمله. طيب تعالوا بقى نروح لفقره كده رياضيه، ولكن خلينا نقرا الفقره مع بعض. من يومين كده سمعنا وفقا لتقارير صحفيه انه نادي الزمالك قرر ضم الشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل. ايه حكايه عبد الرحمن؟ عبد الرحمن عنده 16 سنه، الصوره هو زي ما انتم شايفينه يرتدي فانيله الزمالك، وهو الحقيقه يعني طبعا كره القدم، وكمان عرفنا ان هو يعني راح
عبد الله علشان يزور نادي الزمالك ويقترب اكتر من النادي زي ما انتم شايفين الصوره على الشاشه. وطبعا اللي حصل انه قابل معظم نجوم الفريق وطبعا منهم شيكابالا وعبد الواحد السيد وسيف الجنزي، قابل عدد يعني من النجوم نادي الزمالك. شيكابالا هو معاه في الصوره، وطبعا يعني وشفناه في صوره قبل كده لابس فانيله الزمالك او تي شيرت نادي الزمالك. خلينا كده يعني نشوف يعني نروح نعرف تفاصيل اكتر من الشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل. مساء الخير يا عبد الرحمن. مساء الخير. مساء الورد عليك. انت كده يعني كلمني عن مشوارك مع الزمالك وهل انت فعلا هتلعب مع الزمالك؟ طبعا اكيد راح العب معه. طيب انت بتلعب لفريق الساق الواحده مظبوط؟ صحيح طبعا. طيب يعني كلمني كده الفكره جت ازاي والموضوع جه ازاي؟ والله طبعا من قبل احمد جدي طبعا صورني ووصلت رساله لنادي الزمالك اني يعني اتمنى اني اخش واقابل لعيبه نادي الزمالك من ضمنهم يعني طبعا شيكابالا ومحمود علاء وزيزو. فالحمد لله يعني تحقق الحلم وخشيت نادي الزمالك وقابلت اللعيبه وتصورت معاهم ودار بينا كلام يعني، والحمد لله يعني وانضميت لكرة القدم البتر في نادي الزمالك. طب واحساسك ايه بقى وانت جوه النادي وهتبقى بتلعب باسم نادي الزمالك يعني؟ والله انا مبسوط كتير يعني اني راح انضم لنادي الزمالك وهذا شرف الي طبعا، والحمد لله يعني تحقق حلمي وان شاء الله يعني اللي قدام راح نكون فريق حلو ان شاء الله يعني، والحمد لله يعني تحقق حلمي وانا مبسوط كتير اني خشيت نادي الزمالك والحمد لله. انت اصلا زملكاوي بتتابع الزمالك من زمان و اكيد طبعا احنا في عندنا رابطه في غزه بتتابع نادي الزمالك من زمان يعني، في عندنا جمهور يعني للزمالك، في جمهور زملكاوي كبير في غزه يعني. اكيد طبعا اكتر يعني كتير يعني. انا سعيده بسعادتك وصورك جميله واحساسك ان انت في بلدك واحساسك كمان انك في بلدك وفي النادي اللي بتحبه. الله يخليك طبعا هذا شرف لي. اكيد انا بشكرك شكرا جزيلا. انت بتدرس يا عبد الرحمن؟ بدرس بس عشان الاوضاع في غزه الحين طبعا ما في دروس كده، بس انا ثالث ثانوي يعني. لا ان شاء الله تلحق يعني وتتحسن الاوضاع وتكمل نشاطك الرياضي، واهلا بيك في مصر وفي نادي الزمالك. انت عارف شعار نادي الزمالك؟ يا زمالك يا هندسه لعبه وفن ومدرسه. نعم. عارف شعار نادي الزمالك؟ اكيد طبعا. اكيد. انا بشكرك شكرا جزيلا واتمنى لك كل التوفيق يا عبد الرحمن باذن الله، واهلا بيك في نادي الزمالك. الشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل. حاجه طبعا جميله لما بيكون الحقيقه موجودين. وعايزه اقول لكم طبعا يعني زي ما هو قال الزمالك عنده جمهور كبير في قطاع غزه، يعني الفرق المصريه في الكوره الزمالك واهلي عندهم جماهير مش بس في مصر، في العالم العربي كله. فهتلاقي الناس يعني منقسمين كده، ده بيشجع الزمالك ده بيشجع الاهلي، عندهم شعبيه كبيره. فاهلا وسهلا بعبد الرحمن. طيب الخبر اللي جاي يعني على قد ما هو خبر حزين، ولكن على قد ما هذا الرجل أمدنا بخيال عظيم. كم ساعة كده رحل عن عالمنا الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، أحد أبرز رواد الكتابة للأطفال في مصر والعالم العربي. أكيد تقرأ دايما الكتاب وتقرأ اسمه يعقوب الشاروني. الشاروني الحقيقة يعني بلغ عدد الكتب اللي كتبها للأطفال واتنشرت أكتر من 400 كتاب، وحصل من خلالهم على عدة جوائز الحقيقة في الكتابة للطفل، منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسابقة سوزان مبارك لأدب الأطفال سنة 2001، وده كان في مجال التأليف عن كتابة أجمل الحكايات الشعبية، وتسلمها من السيدة سوزان مبارك. لكن أنا عايزة أقول لكم أنه يعقوب الشاروني كلنا لازم نبقى عارفين أنه مش بس كاتب عظيم، هو كاتب
شكل وجدان، وجدان أجيال، شكل يعني الخيال، شكل عندك، إداك كمية الكلمات اللي ممكن أنت تستخدمها في كلامك وفي لغتك، يعني شكل وجدانك بالفكرة، وبالذات للأطفال إزاي أنت تتخيل الأشياء وتستمتع في نفس الوقت. خليني كده أدردش أكتر ومزيد من التفاصيل. دكتورة شهيرة خليل، رئيس تحرير مجلة سمير، مساء الخير دكتورة شهيرة. أستاذة شفكي أهلا بيكي. يعني يعز علينا هذا الخبر، لكن الحقيقة يعني هذا الكاتب العظيم زي ما قلت شكل وجدان أجيال. آه طبعاً، الحقيقة إحنا فقدنا النهاردة واحد من أهم رواد يعني أدب الطفل في مصر وفي الوطن العربي كله، لأن طبعاً شهرته بس ما كانتش في مصر، كانت في الوطن العربي. فالحقيقة إحنا بنأسف لهذا طبعاً الخبر، لكن الحقيقة طبعاً هو ترك ذخيرة من الكتب والخبرات الحياتية اللي مش ممكن أبداً أي حد بيعمل في مجال الطفل يغفلها ابدا. صحيح. ف يعني سواء كتب سواء تجارب، هو ما لم يتهاون ابدا انه يقف في ظهر اي كاتب صغير. صحيح. احنا تربينا كلنا، كل الاجيال اتربت على كتبه، وما كناش عارفين مين اللي كاتب الحقيقه. صحيح. غير لما كبرنا، كان بقى من حسن حظي انا وحسن حظ العاملين في المجال ان احنا تعرفنا بيه شخصيا. انا تعرفت بيه في مرحلة مبكرة من حياتي، أنا أول ما اشتغلت في مجال الأطفال أو مجال صحافة الطفل بشكل عام، وكان هو بيزاملني في المهرجان سينما الطفل، كان معايا في لجنة المشاهدة. فتخيلي حضرتك أن أنا كنت لسه صغيرة وهذا العملاق جنبي، ويبتدي يشرح لي بقى الأفلام ويتكلم واستقي من خبراته. طبعا. مش أنا بس، أنا وآلاف من العاملين في المجال. فالحقيقه فضله كبير جدا. وكمان لما جينا طورنا مجله سمير سنه 2002، كان اكتر واحد وقف جنبنا، ان هو بدا يقول لي خبراته ونعمل كذا ونعملش كذا، واداني حاجه جميله قوي من كتابات واهدام اهدى مجله سمير، مجموعه من القصص ننشرها بلا مقابل. كان صحيح. هو بيكتبها، هو كان عاشق للكتابه، وفي مجال الطفل كان رائد من الرواد زي ما حضرتك قلتي. يعني هذه هي فتره الطفل اللي هو ما قبل الفضائيات وما قبل السوشيال ميديا، فهو كان بالنسبه لنا الفضائيات والسوشيال ميديا والعالم الاخر. يعني هو غزة وجدان الأطفال وخيالهم بعالم لم يعيشوا فيه ولا يعرفوه، فكان هو المفتاح بالنسبة لهم. ده اكيد، ده من اول من واحنا اطفال الحقيقه. ما اكيد كل طفل، يعني كل صحيح طفل موجود وكبر لازم كان يكون قرا للاستاذ يعقوب الشاروني، مش عايزه كلام. وكان بيتميز بحاجه والله استاذ شاكي، ان هو كان بيواكب العصر، مش بس ان هو كان بيكتب كتابات قديمه كلاسيكيه، لا هو طبعا كان بيواكب العصر ومتطور، وهو اللي كان يشرح لنا يعني ايه الموضه الجديده اللي طلعت في ادب الاطفال والكتب الجديده، والحكايات الشعبيه البسيطه اللي خلت عند الاطفال يبقى عارف هي الحكايه دي اصلها لايه وليه بيتقال كده وايه القصه جايه منين. يعني الحقيقه السرد كمان عنده في الحكايات الشعبيه كان عظيم. يعني بالاضافه لشخصيته هو بقى، سماته الشخصيه، يعني قد ايه هو كان متعاون، قد ايه بيقف جنب اي حد، قد ايه هو بيدعو كل الشباب انه يجي ويفتح بيته طبعاً لكل الشباب علشان يتعلموا منه، قد ايه كان بيهدي كتبه بالمجان لكل مريديه. فالحقيقه ده فضله كبير جدا جدا. الحقيقه هو كان سبب في تشكيل وجداننا ووجدان اطفال طبعاً كتير طبعاً، وخيالهم وشخصياتهم، ان هو يبقى عندهم ثقل في الفكر كده. يعني استمتعنا بيه وسنظل، لانه لا الفكر ولا الكتابه تموت ابدا ابدا. يعني سيظل اسم كبير ورائد من رواد الكتابه للاطفال يعقوب الشاروني، يعني هيفضل دايما في الذاكره طول الوقت بما قدمه الحقيقه في مجال يعني الاطفال وادب الاطفال. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره شهيره خليل، رئيس تحرير مجله سمير، ودايما تكملوا المسيره. الاخبار النهاردة كتيرة ومتنوعة، لكن خلينا نروح لفاصل ونستكمل معكم مزيد من التفاصيل بإذن الله في التاسعة. عودوا إلينا. ما
يميز وزارة الشباب والرياضة أن دايما في استدامة لخطط العمل. الحقيقة عامل العلاقات الإنسانية ما بين مصر وروسيا الحقيقة فكرة ورؤية من زعيمين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس بوتين على العديد من الملفات في هذا التبادل. أحد هذه الأعمال هي هذه الملتقيات للتبادل الشبابي الروسي المصري. الحقيقة احنا محافظين على هذا النجاح سواء الشباب اللي بيتزور من خلال دور وعمل وزارة الشباب والرياضة مع الشباب ووكالة الشباب الروسية وأيضا بنتبادل في مع وزارة الرياضة الروسية، لكن احنا ابتدعنا موضوع آخر من خلال وحدة حساب وزارة الشباب والرياضة وشباب وزارة الشباب والرياضة لامتداد هذه العلاقة. الحقيقة قدرنا ان احنا كل ملتقى يكون له موضوع بحثي للشباب. مرة كان موجود اختيار الذكاء الاصطناعي، وبنختار يعني بالنسبة لنا في مصر بيكون في مرجعية علمية، اخترنا في الذكاء الاصطناعي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وكان موضوع مهم جدا على رؤية تطوير الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه وتطويره ومدى الوقوف عليه يعني في مصر، وتم استعراضه أيضا للشباب الروسي. روسيا очень рада тому جدا للتعاون بين دولتينا بما في ذلك في تطوير السلات بين الشبابين الدولتين. نحن نشكر السلطات المصرية على تنظيم المنتدى الشبابية المصرية الروسية الرابعة. مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز التفاهم وتعزيز الثقة. أنا أمل وأن سنستمر في تعزيز تعاوننا بين شعبينا. يعني حضراتكم يمكن شفتوا المشهد منذ قليل، ده يعني من قطاع غزة على الهواء مباشر. ونرجع تاني للصورة نوري حضراتكم، وما زال القصف مستمر على غزة. طبعا كلنا بنأمل هذه الصورة الآن، القصف مستمر. صحيح أنه ساعات تفصلنا عن بداية الهدنة اللي بنتمنى أنه الناس تلتقط الأنفاس، زي ما أنتم شايفين الصوت واضح، وأيضا في قصف موجود على أهلينا في قطاع غزة. وحضراتكم تتذكروا منذ قليل كنا في مداخلة مع المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، واللي أكد أنه القصف شغال طول الوقت، والصورة باينة أهي في السماء أهو زي ما أنتم شايفين القنابل الضوئية يمكن اللي بيتم القصف بيها، وواضح أنه يعني القصف سيظل مستمر، ونأمل في تنفيذ الهدنة وبداية الهدنة في السابعة صباحا من غد الجمعة بإذن الله. خليني أقول لحضراتكم النهاردة أعلن مصدر مصري مسؤول أنه خلال الهدنة سيتم إدخال مئات الشحنات بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كافة مناطق قطاع غزة، وده شيء مهم جدا أنه الناس يعني تشم نفسها، مساعدات تدخل وياخدوا الوقود والغذاء والمساعدات الطبية يقدروا يقفوا على رجليهم تاني. كمان أكد المصدر أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تشمل وقفا لإطلاق النار، ومصر الحقيقة تدعو كافة الأطراف للالتزام ببنود الهدنة. وأعلن أيضا المصدر المصري المسؤول أنه سيتم الإفراج على 13 محتجزا بقطاع غزة من السيدات
السيدات والأطفال، وذلك الساعة 4 عصر الجمعة. وأعلنت مصر أيضا مضاعفة كميات المساعدات الإنسانية والسولار وإدخال الغاز إلى قطاع غزة مع بدء سريان الهدنة. مزيد من التفاصيل والتحليل وما هي الهدنة والأهداف منها، دكتور حامد فارس معي في الاستوديو، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. يعني إحنا دلوقتي يعني نقترب إلى بداية يوم الجمعة بإذن الله، وكلنا بنأمل على أنه يتم تنفيذ الهدنة. كيف ترى القصف يعني ساعات قبل بداية الهدنة، القصف اللي شفناه على الهواء دلوقتي؟ إسرائيل بتعطي رسالة أنها مستمرة في عملياتها العسكرية في الفترة القادمة حتى ولو قبل سويعات قليلة من بدء الهدنة في 7 صباحا. خاصة أن تصريحات يوآف جالانت اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي أكد بشكل واضح أن العملية العسكرية بعد انتهاء الهدنة ستستمر ما لا يقل عن 2 آخرين، وبالتالي هي دلالة واضحة على أن إسرائيل مستمرة بشكل واضح في عملياتها العسكرية إذا لم ينجح المجتمع الدولي وتحديدا الإدارة الأمريكية في أن تثنيها عن هذا القرار الذي سيؤدي قولا واحدا إلى اتساع دائرة الصراع، إلى العمل على سقوط الكثير من الأبرياء والضحايا داخل قطاع غزة، إلى أن يكون هناك استمرار لكافة ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، وبالتالي المجتمع الدولي يتحمل وبشكل كبير وقف إسرائيل عن استمرار نهجها أحادي الجانب في هذا الاتجاه. يمكن أنا بقول الكلام ده لحضرتك لأنه الحقيقة من بدء سمعنا عن يعني الوصول إلى اتفاق برعاية مصرية قطرية أمريكية وأن هناك هدنة، والجميع كان يتأمل أنه الناس تتنفس، ولكن يبدو زي ما حضرتك قلت بأنه سيظل القصف ربما حتى بدء سريان الهدنة. طيب خلينا نتكلم عن الهدنة وأهداف الهدنة. ما هي أهداف هذه الهدنة وهي 4 أيام؟ يعني في أهداف للطرفين. الطرف الأول وهو الطرف الإسرائيلي هو رضخ لهذه الهدنة لعدة اعتبارات وأسباب. السبب الأول ضغوط كبيرة جدا من الشعب اليهودي وبالأخص من أهالي المحتجزين والأقربون لهم. شاهدنا مظاهرات حاشدة في كل تل أبيب تطالب بنتنياهو بالتعامل مع ملف الأسرى باعتباره أولوية للشعب اليهودي، لأنه في المقام الأول ومنذ بدء هذه العملية نتنياهو كان يتحدث بشكل واضح ويقول أنه لا أهمية لوجود أسرى أو محتجزين لدى حماس، وكان من بنك أهدافه أن يقوم بتحرير هؤلاء الأسرى ولكن عسكريا وليس سياسيا. ولكن الآن رضخ ولم يحقق أهدافه. من أهم أهدافه القضاء على حماس، كان يقول أنه لا هدنة إنسانية أو حتى هدنة لمدة سويعات قليلة. كانت الإدارة الأمريكية تعلن عن هدنة في الشمال لمدة 4 ساعات ويخرج المتحدث العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية ويقول بشكل واضح أنه لن يتم وقف إطلاق النار إلا بعد القضاء على حماس. يعني حضرتك متابع معي على الهواء، القصف أهو واضح جدا، مستمر جدا، قوي جدا. طيب أنا هنا يعني السؤال اللي عايز أقوله في ظل هذا القصف، هل يعني هيكون في أمن وأمان بالنسبة للمدنيين؟ يعني هل الهدنة هتبقى فيها عودة للحياة الطبيعية؟ يعني ساعات قبل القصف والهدنة غدا تبدأ في 7 صباحا، هل 7 صباحا غدا هتكون الناس تقدر تتحرك ويبقوا في أمن وأمان بالنسبة لهم؟ أظن أن الإدارة الأمريكية تتخذ كل نفوذها في هذه الجزئية تحديدا، لأن صفقة أو إتمام صفقة تبادل الأسرى هي مهمة جدا للإدارة الأمريكية لعاملين رئيسيين. العامل الأول أن هناك 10 من الأمريكان الذين يحملون الجنسية الأمريكية يعني موجودين ضمن هذه الصفقة، اللي هم 50 محتجز المدني الذين يحملون الجنسية المزدوجة الإسرائيلية وبعض الجنسيات الأخرى، وبالتالي هذا مهم جدا لرئيس بايدن. النقطة الأخرى أنه إذا حنست إسرائيل بهذه الهدنة ولم تنفذها فستجعل صورة الإدارة الأمريكية بشكل سيء جدا أمام كل دول العالم، وهذا سيؤثر بشكل كبير على الإدارة الأمريكية، خاصة أننا مقدمين على انتخابات أمريكية. صحيح. ومقدمين بشكل واضح على أن يخوض الرئيس الأمريكي بايدن ورغبته في أن يخوض هذه الانتخابات، وبالتالي يعني جعل الإدارة الأمريكية نفسها في سلة واحدة مع إسرائيل وتحنس إسرائيل بوعودها واتفاقياتها والتزاماتها بهذه الهدنة سيؤثر
بما لا يدع مجال للشك على علاقة الولايات المتحدة الأمريكية وعلى شكلها في العالم، ومن الناحية الأخرى على حلفاء استراتيجيين مهمين لديهم علاقات قوية مع الإدارة الأمريكية سواء سياسيا أو اقتصاديا. طيب، وظل القصف المستمر وإحنا بنتكلم زي ما بنقول قبل بدء سريان الهدنة، سؤال برضو، يعني هذه الهدنة هل الضغط اللي كان موجود في إسرائيل والمظاهرات اللي كانت تحيط منزل نتنياهو والضغط الإسرائيلي بأنه يعني أين الأسرى، يعني هل ده أيضا جعل الحكومة الإسرائيلية يعني تشعر بأنه هذه الهدنة زي ما حضرتك قلت ربما هذا هو الوقت علشان أيضا هو يتنفس ويجيب أيضا على الشارع الإسرائيلي بالنسبة له يهديه شوية عليه؟ يعني هذه الهدنة سيكون لها تأثير مباشر أولا على حكومة نتنياهو من ناحية، نتيجة أن نتيجة أن الداخل الإسرائيلي يضغط وبقوة لتنفيذ هذه الأسرى، ولكن ستكون أيضا لها ارتدادات قوية جدا على نتنياهو، بمعنى أن هذه الصفقة تشمل 50 فقط من عدد الأسرى، وبالتالي سيكون هناك ما لا يقل عن 204 أسير لدى المقاومة الفلسطينية، وده أيضا سيمثل عمل ضغط على حكومة نتنياهو، بمعنى أن باقي أهالي الأسرى المحتجزين لدى حماس سيضغطون مرة أخرى على حكومة نتنياهو لكي تتفاوض مع المقاومة للإفراج عن باقي الأسرى، وده هيكون عامل ضغط كبير جدا على حكومة الاحتلال الإسرائيلي. أكيد. وبالتالي رضوخ نتنياهو لهذه الصفقة أيضا لترتيب البيت الداخلي الإسرائيلي، لأن البيت الداخلي الإسرائيلي فيه الكثير من التباينات والانقسامات الحادة، سواء أكيد. مع يعني يؤاف جالنت وزير الدفاع، أو حتى مع بيني جانتس وزير يعني رئيس الأركان، أو حتى مع اليمين المتطرف سموتريتش وبني غفير الرافضين تماما لتنفيذ هذه الصفقة، في ظل أن المجتمع الإسرائيلي أيضا في الداخل بالنسبة للشعب اليهودي منقسم على نفسه، هناك من يؤيد هذه الصفقة وهناك من يرفض هذه الصفقة. أكيد. طيب، خلينا نتكلم أيضا على تبادل الأسرى، يعني يمكن زي ما حضرتك قلت بأنه الهدنة غدا هيكون في يعني إفراج عن 13 محتجزين، يعني ويمكن مش العدد كله، هل أيضا في هذه الهدنة الأرقام هتكون بالتوالي، ما يبقاش المجموعة كلها في وقت واحد؟ ده جزء أيضا من أهداف الهدنة، ده جزء رئيسي وشرط رئيسي أن هيتم الإفراج عن 13 إسرائيلي مقابل 39 فلسطيني. تمام. وهذا بالتوازي أو بالتوالي على مدار الأربعة أيام لحين انتهاء عدد 50 أسير إسرائيلي على مدار هذا العدد، ووصولا ل 150 يعني معتقل فلسطيني حتى تتم الصفقة بهذا الشكل. وبالتالي يوما عن يوم تكون هناك مرحلة جديدة في إتمام هذه الصفقة، وهذه الصفقة أيضا ستؤثر لصفقات جديدة، ستؤثر من الممكن جدا أن تضغط الإدارة الأمريكية في هذه الفترة ومع القوة المؤثرة في هذا المشهد للعمل على تنفيذ وقف شامل لإطلاق النار، وهو ما تحدث فيه الرئيس السيسي من أنه سيسعى وبكل قوة بالتعاون مع شركائه الإقليميين والدوليين للعمل على وقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار، ثم بعد ذلك الانطلاق بشكل واضح إلى إحياء مسار السلام وتنفيذ مبدأ حل الدولتين. أكيد نتمنى. طيب، خليني أرجع أيام كده، يعني قبل يعني أيام قليلة جدا كانت الحقيقة وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية أعلنت كده تصريح بأنه يعني ماذا عن يعني أنه يكون في تطوين لل أنه يكون يعني أن يكون في عدد ناخد الفلسطينيين ويكون في توطين لهم لخبطونا والله توطين لهم طوعي يبقى موجود مثلا في دول العالم. ولكن هذه التصريحات يمكن يعني كان في جانب من يعني الهجوم عليها ايضا، لانه يعني كلام غير مقبول ابدا. واعتقد النهارده السيد الرئيس قال بشكل واضح جدا لا للتهجير القسري ابدا ولا للتهجير خط احمر. يعني كيف ترى يعني هذه التصريحات الاسرائيليه الغاشمه؟ يعني حتى قبل تصريحات وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية كان في تصريحات وزير المالية بتسائل سموتريتش، واللي برضو كان بيدفع في هذا الاتجاه،
وأيضا كان في تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عمقاي إلياهو، وقبلها تصريحات بن غفير، وهي تصريحات كلها لجس النبض العالمي عن فكرة التهجير، لجس النبض العربي. ولكن دائما اللي هو فكره طب نوطن الناس، يعني نعمل لهم توطين في اماكن، نرحمهم من القصف اللي هم بيماتوا بالناس. يعني هم شايفين ان هم بيعملوا اباده للناس، فاحنا عايزين نعمل توطين للناس في اماكن تانية، وبدل ما نعمر المكان ده نديهم الفلوس في الاماكن اللي هم فيها. ولكن افكار شيطانيه متطرفه عدوانيه لا ترتقي للانسانيه ولا لحقوق الانسان ولا لاي مبدا ولا لاي دين. ولكن في النهاية نجحت الدولة المصرية ونجحت هذه الأوهام في أن تتقصر أمام صمود الدولة المصرية اللي كانت منذ اللحظة الأولى هي حائط الصد الأول وحائط الصد المنيع في الدفاع عن القضية الفلسطينية. وأكدت الدولة المصرية مرارا وتكرارا على أنه لا تصفية للقضية الفلسطينية ولا تصفية للقضية الفلسطينية بأي حال من الأحوال على حساب دول الجوار. وخرجت بيانات واضحة من الدولة المصرية بأن السيادة المصرية غير مستباحة، وبأن الحدود المصرية هي خطوط حمراء لا يستطيع أحد تجاوزها. وأكدت على ذلك، ونتيجة هذه المواقف الثابتة للدولة المصرية نجد أن المجتمع الدولي بدأ يسير مع السردية المصرية والرؤية المصرية الداعمة لتنفيذ مبدأ حل الدولتين. وده اللي خرج به الرئيس بايدن في مقاله من ثلاثة أيام في الواشنطن بوست، وأكد بشكل واضح أنه هناك رفض حقيقي للتهجير وترفضه الولايات المتحدة تماما. الرئيس الفرنسي أكد على ذلك أيضا، الرئيس الألماني، كل الاتحاد الأوروبي بشكل عام. وأعتقد ده الحقيقة كله مجهود مصري كبير بذله السيد الرئيس وبذلته الإدارة المصرية في فكرة أنه يعني لا يوجد فكرة أو بحث أو تداول في هذا الموضوع. الدبلوماسية المصرية خدت حرب شرسة في هذا الملف الحقيقة. خليني طيب أرجع لحضرتك، يعني يمكن النهاردة أيضا في إحدى مداخلاتي مع وزارة الصحة، وكنا نتحدث عن المستشفى الأندونيسي، إحدى المستشفيات اللي موجودة، واللي الاحتلال طلب يعني إخلاء هذه المستشفى بشكل كبير علشان يكون في يعني اقتحام تاني للمستشفى. يعني لم يتعلم الاحتلال من الاقتحام اللي كان موجود في الشفا واللي أخذ معاه فوكس نيوز، والحقيقة هم فضحوا الإعلام الإسرائيلي والكذب، وإنه ما لقوش أي حاجة ولا أنفاق ولا أي شيء يعني، ولم يجروا حتى أي لقاءات مع المرضى اللي موجودين يعني، ولكن هو مستمر أيضا في نفس الاقتحامات. يعني هناك خطة ممنهجة بتتحرك بها دولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل واضح في حربها على المستشفيات. المستشفى يعني هو الأساس الذي يقوم الذي يقوم بعلاج المواطنين عندما يتعرضون للقصف. هو يريد تنفيذ حرب إبادة جماعية بشكل كبير في شمال قطاع غزة. بالنسبة للإعلام الغربي وبالنسبة للكذب بالنسبة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، هذه المواقف الكثيرة والمتكررة من قبل دولة كشفت هذه الدولة التي دائما وأبدا يعني تكذب وتصدق ما تقول دون أن يكون هناك إدراك من أن هناك من يكشفها. يعني كانت هناك ثلاث مواقف لهذه التصريحات الكذبة والمفبركة والغير حقيقية. منذ 7 أكتوبر اتهمت المقاومة حماس بأنها قامت بقطع رؤوس الأطفال، وتم تكذيب هذا الخبر. ثم بعد ذلك ما تم في مستشفى الأهلي المعمداني الذي راح ضحياته أكثر من 500 شهيد، وقالت أن من قام بإطلاق الصاروخ هو حركة الجهاد. ثم بعد ذلك يعني تم نفي هذا الخبر. والطمة الكبرى التي كشفت وبشكل كبير عوار الدولة الإسرائيلية هي مستشفى الشفاء، وبأنه يعني هناك أنفاق خلف المستشفى. وكما حضرتك أكدت يا أستاذ شفقي أن كان الفوكس نيوز كان معهم واكتشف زيف هذه الإدعاءات الكاذبة والباطلة، والآن هو يريد استهداف المستشفيات وتدمير. يعني حتى دكتور حامد، يعني هم يصطحبوا مراسل من أمريكي لقناة أمريكية زي فوكس نيوز، وهو كمان يطلع وهو ويكذبهم يعني. فأنا مش عارفة يعني كيف يتم إقامة هذا المشهد الإعلامي الكاذب طول الوقت. طيب خليني أقول سؤالي الأخير، وأنا لو أنا مواطنة موجودة في غزة وبداية الهدنة، أولا تم تدمير الحقيقة الشمال، وتم تدمير المباني والأبنية والمدارس والمستشفيات، فالناس اللي هي انتقلت من الشمال دي وراحت يعني في الوسط وكده ما بقاش عندهم أماكن يعني، فالناس دي كيف يعني هيتعاملوا إزاي في الهدنة مع حياتهم؟ إيه اللي هيحصل؟ هل هيبقى في تعامل في إنسانية مع المدنيين في التنقلات أثناء الهدنة؟
يعني حجم من تم تشريده من سكان قطاع غزة سواء من الشمال أو الوسط أو الجنوب وصل لواحد وثمانية من عشرة مليون نسمة. نتكلم عن 1,800,000 مواطن ليس لهم مأوى، ليس لهم مصدر رزق، ليس لهم مصدر عمل، ليس لديهم بيت ينامون فيه، ليس لديهم مستشفى يعالجون فيها، يعني حياة صعبة. هم نحن يعني عدينا الرقم اللي تم نزوح في الفلسطينيين وقت النكبة الأولى، ده النكبة الأولى كانوا 900,000. احنا عدينا الرقم، احنا عدينا الرقم بكتير جدا. بالإضافة إلى أن يعني هذا نتيجة خذلان المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وازدواجية المعايير بين التعامل مع أوكرانيا والتعامل مع غزة. ازدواجية واضحة، احنا بنتحدث عن عندما تقف مع المظلوم فتقف معاه في كل مكان، في كل مكان، يعني ولا تقف معه ولا تكيل بمكيالين. الحقيقة بشكرك شكرا جزيلا دكتور حامد فارس أستاذ العلوم السياسية. أتمنى معك أنه يعني الصباح يعني الناس تلتقط الأنفاس بعيدا عن هذا القصف الذي نسمعه سويا. أشكرك شكرا جزيلا مشاهدينا. يعني يمكن وأنا بتكلم بصراحة مع حضراتكم ولسه الواحد سامع صوت القصف في ودانه وأنا موجودة، يعني موجودين هنا، يبقى عندك الأمل بالحلم بأنه الناس تصحى الصبح بس يتوقف هذا القصف، الناس تقدر تتحرك، أطفال، النساء، الشباب. يعني الخوف ان الناس تروح تدور في الانقاض بتاعتها، ودي مشكله كبيره لانه ناس كتيره الحقيقه هدمت منازلهم والابنيه اللي ساكنين فيها، ما بقاش لا في مدارس ولا منازل ولا بيوت ولا عائلات، والاعداد اللي تم استشهادها والاطفال اللي راحت والدم اللي سال. أتمنى أن الهدنة يلتقط فيها الأنفاس، وأتمنى تنفيذ هذه الهدنة. خلينا مع القيادة المصرية، الحسم في القرار والمرونة في وقت الحراك، وأن احنا نقدر نتصرف بشكل كبير. لكن يبقى الرأي المصري دايما حاسم ثابت، وله كلمة واحدة هي ليست تروي وليس ضعف، هو قوة دائما على الأرض. هذه هي مصر، وكل السلام لأهلنا في فلسطين، كل السلام من القلب لأهلنا. استجابة شعب النهاردة، وتحيا مصر وتحيا فلسطين بإذن الله. نتمنى الخير. غدا تستكمل معكم التاسعة كل التفاصيل مع الزميلة العزيزة هدير أبو زيد، وأنا أترككم وأقول من استوديو التاسعة سلام إلى غزة.